يمكن فرحة كبيرة جدا لكل جماهير الأهلي وخصوصا متابعي وعشاق كرة السلة. سعيد ان اكون معي كابتن رؤوف عبد القادر. كابتن رؤوف مدير النشاط الرياضي، يمكن النهارده الأهلي كعادته بطل البطولات في السلة، في الطايرة، في اليد، في كل الأنشطة. النهارده الأهلي بيتفوق على سبورتنج بفارق كبير سواء في الناشئين أو الشابات، وكذلك فيرست تيم أمس، والنهارده الشابات بيتفوقوا، بيدخل الفيرست تيم بأريحية. فرحة كبيرة جدا لأن الأهلي كنا كلنا متوقعينها. يا بقول ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. فريق الباسكت من السنة اللي فاتت يمكن عرف طريق منصة التويج، فاز بأربع بطولات السنة اللي فاتت، والحمد لله السنة دي بيقدم عروض كويسة جدا. طبعا ما ننساش برضو دور مجلس الإدارة في دعم هذا الفريق بصفقتين اعتبروها من العيار الثقيل، بالإضافة للعيبة محترفة أمريكية. طبعا بفضل الجهاز الفني والاداري والطبي اللي متواجد معاه. بقول ان بالرغم ان احنا نعتبر ان احنا فزنا بالبطوله قبل هذا اللقاء، ولكن الحقيقه كما عودنا جماهيرنا ما ينفعش نهائي. باذن الله ربنا يكرمنا ونلعب لغايه اخر نقطه عشان نكسب. ما ينفعش حتى لو احنا متواجدين من غير ما ننتصر في المباراه النهائيه، وده الكلام اللي احنا قلناه للعيبه، وباذن الله يكون عند حسن الظن. شكرا. يمكن حديث مهم جدا كابتن رؤوف عبد القادر مدير قطاع النشاط الرياضي للنادي الاهلي. اللاعبين يجب ان يفوزوا حتى لو كانت البطوله قد انتهت من الشابات الى المباراه النهائيه. لحظات سنتابع تتويج باذن الله النادي الاهلي وهو يفوز على سبورتنج كعادته. لكن كلمه زميل عزيز خالد.